كوكرا يلعب لابراهيم جعفر، محمد الرشيد، محمد يمرر كرة لأوكرا، تتلعب لكوفي، كوفي كرة محكوسة وتتلعب في المرمى، جول جول رمضان عجب، يضع كرة في مكان بعيد على شلبي يسجل الهدف الثاني لفريق المريخ في الدقيقة 12. أوكرا يمرر لكوفي وكوفي ما يعني كرة محكوسة، رمضان عجب يضعها في الشبكة. شوف تمريرات كانت ومباشرة رمضان بطريقة ممتازة جدا مع الطيران، لعب الكرة مباشرة في المرمى، هدف رائع جدا في هذه المباراة، هدف ثاني في الدقيقة 12 من شوط اللعب الثاني. لعبت كرة من وسط الملعب الحسن كانوتي، إعادة للقطة الهدف العكسية من كوفي، تبادل كرة بين كوفي كان وأوكرا، وبعيد على شلبي في